وهذه سدرة المنتهى هي محط الأعمال، أعمال الصالحين. ثم سدرة المنتهى ينتهي إليها الأوامر التي فوقها، وتنتهي إليها الأمور أعمال العباد عندها كالمحطة لفوق وتحت. فالأوامر الإلهية تتنزل من عالم العرش، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. هنا الصورة في يونس أولها وسورة الرعد ولا طيب. فهي تلابيب تنزل من عالم العرش إلى عالم الكرسي، تتكرر تتجمع، ثم تنزل إلى سدرة المنتهى تتفصل. هل هذا على سطح السماء السابعة الثالثة الرابعة كذا، أو في الأرض الأولى أو الثانية إلى آخره، يتنزل الأمر بينهن. هذه الدائرة الإلهية الكبرى يا إنسان، هذه عظمة إلهية يا إنسان. فسدرة المنتهى تنتهي إليها أعمال العباد. هناك إذا وقفت وأعطاه الله أعطاك القوة، ترى أعمال العباد الصالحين كلها هناك مجتمعة، كلها مجتمعة هناك عند سدرة المنتهى، وأنوارها تبرد إلى عرش الرحمن. أنوار الأعمال عند العرش، أما مقر العمل عند السدرة. هذا وارد وهذا وارد، ولذلك ترفع الأعمال وتحص هناك، إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أين مقره؟ عند السدرة المنتهى. لكن أين نوره وإشراقه؟ عند عرش الرحمن لفوق. فتنتهي الأعمال إلى سدرة المنتهى، وفي عالم السدرة ديوان كبير تسجل فيه الأعمال، كما أنه في ديوان أكبر عن يمين العرش فوق تسجل فيه الأعمال. إيه الأعمال؟ الأعمال المشرفة، أعمال أهل الطاعات، أهل العبادات، الحامدين، الشاكرين، المؤمنين، الطائعين، المسبحين، الموحدين. فهذه أعمال لا قيمة عند الله، تسجل في الدواوين العالية وترفع وفيها إكرام. فهناك عند سدرة المنتهى مقرها ونورها عند العرش، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن النعمان البشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح، إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ينعطفن حول العرش. في رواية موسى الأحمد يتعاطفن، أي يجتمعن حول العرش، يذكرن بصاحبهن، أي يشفعن بصاحبهن. أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكره عند ربه؟ ما أمثلية تجعل لك سبب يذكرك عند الله ويشفع فيك عند الله؟ قال نعم، كل الأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، التسبيح وتحميد القرآن إلى آخره. فهذه نورها عند العرش تشفع بصاحبها، مقرها عند سدرة المنتهى.